غنش كده يجان أركان الإيمان ستان الأركان رنسا والغساد فهم زوارو الذي هو متجان الإيمان بالله. وكان ما يقال الإيمان بالله، الإيمان بالله قصر على المسائل لابد أتعتقد تقرات غل قلبنك وغلنك الدرك استقرى غل عقلنك ولا فكرنك ولا قلبنك ربع المسائل. مسألة زوارته هو أن تؤمن بوجود الله، يعني أوريك الإنسان ملحد أشكلان بعض الأشخاص إننا كسيدي قال الملاحدة ملحد إنك ريت من تيرس طبيعة وريو من صبيت بركة إنك غايد كل شيء تخلق طبيعة تخلق غير في النس تما عدرت يصيد. ولكن المؤمن المسلم والنير أنا غرس الجند بإذن الله تبارك وتعالى لابد أول شيء القضية تمزورته هو يؤمن بالله ربي تبارك وتعالى تيخلق كل شيء. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. المشركين يا ابن قريش سن بالله ربي تبارك وتعالى لله، وكل الخلائق سن بالله ربي تبارك وتعالى لله الوجود سبحانه وتعالى. إنتاج المسلم الأمازيغي. لا تنسوا الاشتراك في قناة المسلم الأمازيغي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.